دور مختلف لأندري كاريو في وسط الملعب، تغيير دفة اللعب، روعة كبيرة على جهة اليسرى لياسر شهراني، تغطية أيضا مثالية من جانب علي لجامي، إبعاد الخطر، محاولة القضاء على الجبهة اليسرى الهلالية اللي فيها سالم الدوسري وكذلك ياسر الشهراني. بيريرا يحاول في أمامه أكثر من لاعب، تسديده المرمى في لقطة في منتهى الروعة من جانب بيريرا، شوفها مرة أخرى، جوستافو لبيريرا، تسديدة في الزاوية البعيدة، وينها يا وليد، وينها يا وليد، في زحمة الناس صعبة حالتي، في زحمة الناس صعبة حالة وليد، ولكن في زحمة المدافعين الماهر المبدع بيريرا قضى على النصر في هذه الكورة بلقطة رائعة جدا. 1-0 للهلال، يشعل فتيل الديربي، أول هدف لبيريرا هذا الموسم على مستوى الدوري، اختار أن يكون في شباك النصر في مباراة ديربي. الزعيم يبقى متفوق في النتيجة ويبقى أيضا يسيطر على مجريات اللعب، لمسة باتجاه بيريرا حلوة 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 للأمام، قالوا خطيرة، تمويه، تمرير، تسديد، يا الله شباك النصر، التورنيدو ضربة روعة، لكن بيريرا يا جماعة، بيريرا كان كل شيء في اللقطة الأخيرة، بيريرا بالذكاء، بالخبث الكروي، بالتمرير اللي أخرجت مدافعين في اللقطة الماضية، إيجالو سلم، إيجالو تبويب، سالم تزيد، النصر ضيع فرصتين، الهلال سجل هدفين، في الكورة بالذات في الديربي تحتاج إلى استغلال أنصاف الفرص إلى الوصول إلى الشباك بأي ثمن. الهلال عن طريق التورنيدو بروعة كبيرة يا سالم في الشباك النصراوية، في آسيا، في كأس ملك، في دوري، يواصل إمتاع سالم الدوسري ويصل إلى الهدف الهلالي الثاني مع لقطة تأكد منها طاقم التحكيم خلف الفيديو، ما إذا كان فيها تسلل، لم يكن هنالك أي تسلل، صوت مسموع للقوة الزرقاء، وصل متأخرا دياز، حرك هلالي على جهة اليسار من جانب ياسر مر، ياسر مر، ياسر يحاول التمرير بكرة عرضية مرت من الجميع، أقرب إلى سعود، عبد الحميد عدى، عبد الحميد إلى كاريو، كرة عرضية خطيرة، العبري يتدخل ولا زالت بتسديده. ليلة التورنيدو، عاد ليخلط من جديد، عاد سالم بروعة كبيرة بتسديدة جميلة، ليلة التورنيدو الثالث يا زعيم، ثلاثية هلالية في شوط واحد، كبيرة في هذه الأمسية، كبيرة في هذه الليلة، كبيرة على مرمى النصر في هذه الأمسية. هذه الكرة اللي بدأت من ياسر، لمسة ياسر العرضية، الكرة عودة بعد ذلك لسعود كاريو، العرضية من كاريو، العمري مرة أولى تدخل، تركوها أكثر من مرة وعاقبهم، أين الكرة يا وليد؟ إنها في شباك النصر يا وليد، أين النصر يا جماعة؟ لم نشاهد شيء في شوط المباراة الأول يستحق هذه الإعادة، هذه الإعادة، كان عند النصر أكثر من فرصة وأضاعوها، وكرة القدم تعاقبك إذا أضعت الفرص، الاحتكاك اللي مع الأجامي ما إذا كان فيها خطأ، يا لها من ضربة قوية ورائعة من جانب سالم الدوسري، كان النصر يستحق أن يسجل في أكثر من مرة، أهم مفتاح للنصر في هذه الأمسية مر من كاريو يحاول الوصول لكن التغطية، الحكم لا يشير إلى شيء وسط مطالبة من بيتي بركلة جزاء على ما يبدو
شيء اللي كان يطالب فيه في اللقطة الماضية. كاريو باتجاه بيريرا، تحرك من جانب سعود عبد الحميد في المساحة، هجمة هلالية من جانب بيريرا، يحاول اختراق الدفاع، تمريرة وكرة الرباعية يا زعيم النصر النيجيري قالوب، دورة في هذه الليلة، دورة في هذه المباراة، دورة في هذه الليلة، دورة في هذه الحفلة إن صح التعبير. الرابع من جانب قالوا بعد تمريرة من بيريرا، مش عارف إذا كان في شيء لبيتي مارتينيز. 4-0 في ملعب مرسول بارك، من كان ينتظر هذا السيناريو؟ هذه الإعادة اللي كانت بين باللقطة اللي كانت بين بيتي وكاريو، الهجمة استمرت بعد ذلك، وفي النهاية تمكن بيريرا من تمرير كرة ذكية سجل من خلالها يقالوا هدفا رابعا للهلال. لكن الحكم لا زال يتابع مع مساعديه لقطة بيتي مارتينيز. الأهم كانت هذه اللمسة الساحرة لبيريرا. بيريرا يصنع هدف آخر في هذه المباراة ويسجل حضوره في هذا الموسم، ويصنع هدف في هذه جديد في هذا الموسم، ليصبح أكثر لاعب يصنع أو صنع أهداف في الدوري حتى الآن هو ماتيوس بيريرا، بل أنه أصبح على بعد صناعة هدف واحد يكون أكثر لاعب صنع الهلال أهداف في 10 سنوات الأخيرة.